بسم الله الرحمن الرحيم. حكينا بالمحاضرات السابقة عن الداء السكري وطريقة تشخيصه، وهلأ بدنا نحكي عن علاج الداء السكري. هلأ اللي بدنا نحكي فيه اليوم الجزء كتير مهم، تثقيف المريض، العناية بالمريض، وكيف بدنا نشرح له عن الحمية عن الحمية وكيف المعالجة الدوائية. بدنا نحكي كل هالأشياء إن شاء الله بهي المحاضرة والمحاضرة القادمة بإذن الله. هلأ الوقاية وضبط الداء السكري، نحن أين ليش عم نهتم كتير بالداء السكري وتشخيصه على بكير؟ كله منشان السيطرة عليه والوقاية من اختلاطاته. عرفت ليش؟ إنه الأمراض القلبية الوعائية العضلة القلبية أو السكري، نقطة تانية بالمرحلة ما قبل التشخيص، يعني قديش بيكون سكره عادي تحت 126، يعني بين 100 و 126. وكمان مثل ما بتذكروا حكينا كثير عن موضوع إنه أهم شيء نهتم بالسكري هو بيهري الثقة الانتهائية الموجودة بالأطراف والطرفين السفليين، الموجودة بالشبكية، الموجودة بالكلية. فلذلك ضروري جدا ضبط الداء السكري وضبط كل العوامل اللي بتحول. فلذلك ضروري جدا انه من شان الامراض الاوعيه، امراض الاوعيه، لازم نضبط السكري، لازم نوقف التدخين، لازم نسيطر على الكوليسترول. هلا رح تشوفوا انه بكره وقت حتدرسوا الامراض القلبيه او حتى شحميات الدم، إنه المريض اللي عنده احتشاء سابق ما بنقبل يكون عنده الـ LDL أقل من 70. الشيء الثاني إنه وقت عم نضبط نحن سكر الدم وعم نكثف المعالجة وعم نوعي المريض وعم نشتغل بمريض السكري، بتتراجع الأمراض القلبية. حكينا في شيء قابل للتراجع، في شيء غير قابل للتراجع. هدول القابلين للتراجع كتير مهم إذا حذفناهم من حياة المريض منشان يعيش المريض بأحلى حياة لأطول فترة ممكنة. هلأ في كتير ناس بالنسبة للسكري، ناس كتير بتكون متشددة بكل شيء بكل فكرة، بتعرف في ناس بتكون متساهلة شوي، في ناس بتكون متشددة جدا. هلأ في بعض الجمعيات ما بترضى، يعني مهتمة بالداء السكري، بتقول إنه لازم يكون سكر الدم حتى نقول إنه مضبوط بين 80 و 110، يعني لازم نرجعه للطبيعي، وأقل من 130 بعض الطعام، وفي ناس بتقول 180. هلأ جمعية الداء السكري قبلت إنه سكر على الرئة أقل من 130 وبعد الأكل بساعتين 180، بينما جمعية أطباء الغدد الأمريكان قالت إنه ما يرجع الإنسان طبيعي حتى نحذف كل الاختلاطات من عنده، لازم يكون السكر تحت 110 والبعد عالي وبعد الأكل بساعتين أقل من 140. الاتحاد العالمي للسكري يعني متساهل شوي، عم يقول إنه لازم يكون السكر عالي أقل من 140 180 بعد ساعتين. هلا أنتوا إذا شي مرة شفتوا بالإسعاف نوبة طقس السكر بتغير، يعني بتقولوا لا خلينا، وأخص بمجتمعاتنا اللي غير واعية وغير مثقفة مضبوط للداء السكري، بتقولوا لا نحن خلينا نقبل مع الاتحاد العالمي للسكري انه نقبل بأقل ضبط، لأنه وقت المريض كتير بدك تسقفه وكتير بدك تضبط له سكر وكتير احتمال يتعرض لنوبة نقص السكر، وأحيانا احتمال يكون مثلا المريض لوحده، مثلا طالب راجع من الجامعة مثلا الله يعافي الجميع معه سكري، راجع لحاله بالطريق وطريق مش مشوار بين مثلا ما ينزل من السيارة ليصل لبيته مثلا شي ربع ساعة، وهو ضابط سكر وعلى الليبرا، وقت انعطى مجهود وما معه بإيده ياكل أي شيء بينقص سكر واحتمال يتعرض لنوبة نقص سكر خطيرة. احنا نخاف من نوبة نقص سكر الخطيرة أكثر شيء، أكثر من الشباب عند الأطفال وعند الكبار بالعمر، لأنه عموما الشباب بيكونوا واعيين وبيقدروا يعني يحس حاله أنه من أول ما ينقص، من أول ما تظهر الأعراض الوعائية،
لو حتمرق معنا ان شاء الله بنقص السكر، انه كيف اول شيء اول ما نقص السكر شو بتظهر اعراض، والشديد بيصير في اصابه عصبيه. هلا اذا بدنا نضبط السكري في عندنا شغلتين، اما ارقام السكر على الريق او بعد الاكل بساعتين، وفي عندنا شغله ثانيه اللي هي الخضاب السكري. نحن حكينا عنه المره الماضيه انه بيعطيني صوره عن كيفيه كان السكر بالثلاث شهور الماضيه. ولازم يكون الخضاب السكري تحت 7%. هلا في ناس نطلب منهم يكون 7%، في ناس نطلب 6.5%، في ناس 8%. يعني عند الختيار ممكن انه نقبل 8%، بس مثلا عند المراه اللي بدها ناويه للحمل ما نقبل غير يكون اقرب جدا للطبيعي. أغلب المرضى للأسف وقت بيجوا من عملهم خضاب سكري أغلبهم بيكونوا 8.5 و9 و10، بس مثل ما عملوا إنه ما ضروري تخوفوا للمريض وتفوتوا بالحيط. لا بصراحة كان ضبط السكر خلال الثلاث شهور الماضية بصراحة مو جيد. الأفضل إنه هلأ نتبع ونركز السكري وتلعب رياضة، ونحنرجع نسكري بعد 4 أو 6 مجرد إنه صار الخضاب السكري قريب للطبيعي، نصير كل 6 شهور بنعمله سنه هلا أعطاني الخضاب السكري، لأنه تعرض الطفل لنوبة نقص السكر بيكون خطير شوية. هلا مثلا مريض بدين وعم يتعالج بالميتفورمين، هذا قد ما ركزنا له الكمية وخففنا وزنه وعطيناه ميتفورمين، يعني أفضل إنه ننزل خضابه تحت الخضاب الجلوكوزي عند 6.5%. مثل ما قلنا عند المسنين ما بيصير أبدا إنه نكون كتير صارمين بضبط السكر، يعني أولا لأنه نوبة نقص السكر بتهدد له حياته. الشغلة الثانية بتعرضه لاعتلال الدماغ الشيخي بشكل أسرع. الشغلة الثالثة إنه وليش كتير قاتلين حالنا عند رجال عمره 80 سنة إنه نضبط له السكر، يعني رح يموت قبل ما تظهر الاختلاطات اللي نحنا خايفين منها. وبتعرفوا مثل ما كاتبين إنه مريض مثلا مسن عمره 80 سنة عرضتي لنوبة نقص السكر، ممكن يوقع، والوقع عندهم مجرد انه سقط بيصير عنده كسر، ومجرد انه انكسر بتعرفوا عند المسلم بيقولوا كسر الموت، خلاص شيء بيصير معه انه ما عاد بيقدر يتحرك، بيصير معه ضعف بال يعني بحركه الطرفين السفليين، وممكن انه اهله يضطروا يحطوا له مثلا فوطه او انه يتعرض لدي في تي او سم رئويه. فلذلك يعني خطير الكسر عند الكبار. هلا عموما بيكون الخضاب السكر 8%، عموما سكر الدم وسطيا عم يكون حوالي 180 ميلي جرام على الديسيلتر. هلا دائما لازم نوازن بين انه زياده السكر ولا انه نخاف من نوبه نقص السكر. مثل ما عم نقول دائما الواحد لكل مقام مقال، الختيار والاطفال الصغار ما كتير يعني منخاف من الضبط الصارم للسكر، بينما عند الشباب والواعيين والمرأة الحامل أو المقبلة على الحمل بدنا نكون إنه كتير مضطرين لإنقاص الخضاب الجلوكوزي. طبعا إذا مريضة حامل وعقلاتها بيوشه ما كتير بتفهم علينا، لا هي حملت وخلصت خلص، لا خليني عرضها شوي لإرتفاع السكر شوي أحسن ما عرضها لنوبة نقص السكر إذا ما عم تنتبه على حالها. هلا مثل ما قلنا لكم بصراحه للاسف يعني اغلب المرضى انه بيكون عندهم خضاب الجلوكوزي مرتفع، يعني دليل انه اغلب المرضى وخاص بمناطقنا للاسف كثير عندهم ضبط السكر سيء بكل بلدان العالم. في عندنا شيء اسمه جمعيه السكري او منظمه المرضى السكري او يعني جمعيه المرضى السكريين. قبل الثورة كانت موجودة بالشام، إنه كل مريض سكري بيسجلوه بالجمعية وبياخدوا رقم تليفونه.
كانوا كل يوم عطلة مثلا أو كل 15 يوم أو أو مثلا سبت أو كل مثلا سبت بكل شهر بيعملوا لهم اجتماع، بيعملوا لهم محاضرات، طبعا بيجمعوا يعني مثلا السكر النمط أول لحاله، السكر النمط الثاني لحاله، وبيعملوا لهم محاضرات توعية، بيعملوا لهم محاضرات عن الحمية، دائما بيشجعوهم، بيعملوا لهم استشارات طبية، وكثير أحيانا كانوا حتى ياخذوهم سيران مثلا على مكان بعيد شوي، بينظموا لهم رحلة وهنيك بيعملوا لهم برامج التوعية. وكانوا والله المرضى يحبوا يروحوا مثلا الولد السكري هو وأمه وأبوه سيران، وبيتوعى الولد وبيشوف رفقاته اللي مثل منه، يعني مثل إنه اللي بيشوف غيره بتهون عليه مصيبته. كتير كانوا ينبسطوا فيها، موجودة بكل دول العالم. حتى وقت كنا بصراحة نحن بالغوطة الشرقية مثلا كنا نعمل قدر الإمكان إنه برامج توعية للمرضى، أو حتى إنه مثلا قبل رمضان، لأنه كتير من المرضى بيتخربط سكرهم، كتير كنا نعمل محاضرات توعية. إذا التوعية مهمة جدا في علاج المرضى. هلا مثل ما نحن حكينا إنه دائما مو بس إنه بدنا نضبط السكر، وكمان بدنا كل شيء بيهري الأوعية معه كلهم عوامل خطورة بدنا نضبطهم مع بعض. بدنا نضبط السكر الدم بحيث إنه يكون الخضاب السكري أقل من 7%، لازم الضغط يكون أقل من 140 على 80، الـ HDL يلي بنسميه لنفترض نسميه مثل العوام الكوليسترول المفيد، اللي أنا بشبهه مثلا مثل إنه بيروح بيجيب الشحوم من جدر الأوعية، مثل بينحتهم وبيجيبهم وبيطرحهم للجسم بالتي هي أحسن. هي كتعبير يعني حتى يوصل للمخ بشكل أقرب. بينما الـ LDL هو الكوليسترول اللي بيترسب على العصيد الشرياني، اللي بيكون من أحد مكونات العصيد الشريانية، واللي هو بيساهم أكثر بانسداد الأوعية وحدوث الاحتشاءات. إذن الضغط لازم يكون مضبوط، والخضاب والكوليسترول المفيد أقل من أكثر من 40، والمضار أقل من 70. هلا للوقاية من الاختلاطات المزمنة للسكري في عنا A B C D E F G. ال A هي الأدفايس، إنه ننصحه للمريض إنه يغير نمط حياته. الأفضل المريض إنه أخص المريض النمط الثاني البديل، ننصحه إنه يمشي كل يوم على الأقل نص ساعة طبعا بشكل تدريجي، إنه المشي، وإنه يوقف التدخين ويخفض وزنه. ال B هي البلد بريشر، انه يضبط الضغط بحيث يكون تحت ال 140 على 80. ليش؟ لانه السكري اللي بيهري الاوعيه، والاوعيه هي الضغط هو عباره عن انه اوعيه ممانعه لمرور الدم وليست مرنه او لينه. الشريان الطبيعي عند الشباب الطبيعيين بيكون مرن ولين ومو متصلب ابدا، يعني مثل اللهم صل على النبي، شو كانوا يقولوا له؟ البربيش اللي مرن ولين. بينما الشرايين الكبير مثل الأنابيب الحوار أو أنابيب يعني على مجرد هشة وبنفس الوقت شو صلبة ما بتسمح لمرور الدم. هلأ السي هي الكوليسترول، مثل ما قلنا الـ HDL أكثر من 40، الـ LDL أقل من 70. طبعا الـ LDL اقل من 70 واخص بوجود شو؟ بوجود قصه احتشاء مرض قلبي وعائي احتشاء بالدرجه الاولى. الشحوم الثلاثيه لازم تكون تحت ال 150. هلا الـ D هي انه السيطره على الديابيت، ضبط سكر الدم مثل ما قلنا احنا خلينا نكون واقعيين اقل من 140 او اقل من 130 على الريق، و اقل من 130 بعد ساعتين من الوجبه. والخضاب الجلوكوزي يعني الافضل يكون تحت 7%، اذا في ظروف خاصه ممكن نقبل اكثر بشوي. الايز الاي هي الايز، مثل ما قلنا انه اذا ما في عند المريض مشكله كبيره، فحص سنوي كل سنه واخص بعد 7 سنوات من تشخيص الداء السكري، انه كل سنه لازم يفحص عيونه. الفيت هلا لحظه، انا قلت انه اخص بعد 7 سنوات من تشخيص السكري، اكيد بتكون بلشت، بس نحن اتفقنا انه مريض النمط الثاني
مجرد شخصنا لهم لازم يفضل انه نبعثهم عن طبيب العينيه نشوف انه في اذيه بالشبكيه بمرحله ما قبل التشخيص، لانه بتعرفوا احيانا المريض بيكون سكره 160 وهو سكري بس ما لهم شخصينه حتى يصيبه كورونا او يروح لعند المشفى او يشوف رفقاته عم يحللوا بيحلل بطريقه حتى يكشف السكري، لانه السكر ما صار فوق العتبه الكلويه بحيث انه رايح جاي على التواليت. الفكرة بدنا نقولها أنه المريض السكري النوع الثاني دائما أول ما نشخصه بنبعته على العينية، إذا كان فحصه منيح ممكن أنه قال الدكتور العينية ما في مشاكل، ممكن أنه كل سنة يفحص الشبكية والأوساط الشفافة للعين على رأسها العدسة مشان نشوف إذا صار عنده ساد أو لا. هلأ الإف هي الفيد، مثل ما قلنا موضوع القدم كتير مهم، يعني مريض السكري لازم يكون اهتمامه بإجري أكثر من وشه، لازم يفحص إجريه ذاتياً كل يوم يومين يشوف إجريه نظاف مدفعين فيهم شيء أسود فيهم شيء شوكي فايته بشي مكان عاملة فقاعة عن جد أحياناً، لأنه بيكون إلى 3-4 أيام هن ما منتبهين. هلأ وعدين في عنا أنه متابعة الأدوية، لازم ياخذ المريض الادويه اليوميه هي الاسبرين، واخذها كان عنده فوق 50 سنه وعنده مشاكل رئيه، اذا عنده ضغط حتى المره الماضيه بتذكروا انه لو كان ضغطه طبيعي يفضل نعطيهم حاصيرات الخميره اللي هو الكابتوبريل وما اولاد عمه، او الحاصيرات المستقبلات الخميره مثل اللوزارتان والفالزارتان وهالزمره. طبعا بالاضافه لادويه السكري اللي هي اللي هلا احنا نحكي عنها الميتفورمين او الجليبوريد او ادويه ثانيه. هلا كانوا من قبل كل مريض عنده سكر يعطوا اسبرين، هلا لا انه ما يعطوا الاسبرين الا انه وقايه اوليه انه مشان ما هو مضاد للساق الصفيحات، كعلاج وقائي مشان ما يصير عنده الساق الصفيحات وتأقلع الفسار، صار كوقاية أولية كانوا يعطوه كأي مريض سكري. هلأ لا، إنه إذا تحت سن الخمسين ما في داعي، فوق سن الخمسين لا يفضل إنه ياخده. هلأ بالنسبة للمرضى السكري نمط اثنين، إمتى بنعطي الأسبرين؟ إذا كان مريض كبير بالعمر فوق سن الخمسين، بس أحيانا بيكون تحت سن الخمسين وفي حالات نعطيه. شو هي الحالات؟ إذا كان في عنده عوامل الخطورة القلبية الوعائية، أحد هذه العوامل شو هي؟ الألف وألمية هذا عامل خطر، ارتفاع التوتر الشرياني هذا عامل خطر للأمراض القلبية الوعائية، والتدخين، وإذا في قصة عائلية بتعرف في بتعرفوا إنه في عائلات كلياتهم بينشرطوا على بكير، يعني بعمر 30 35 40، وفعلا كلياتنا بنعرف هيك، يعني لنا عائلات بنعرفهم انه بصير عندهم امراض قلبيه على صغار. اذا عندهم قصه عائليه، قصه اخ الكبير، الام الاب انه ماتوا على صغار انه جلطه قلبيه او كذا، بنعطيهم اسبرين. واذا في بيله بروتينيه معناها اكيد الاوعيه معتله. هلا بالنسبه لادويه الاي سي اي والارب تعطى في حال وجود البيلة البروتينية المجهرية أو الصريحة. هلأ يعني هذا تقريبا مثل ما تتذكروا نحن كان النمط الثالث، يعني أغلب المرضى تقريبا نحظة ثواني بعد إذنكم. هلأ بالنسبة لأدوية الكابتوبريل والفالزارتون تعطى في حال وجود بيلة بروتينية مجهرية. طبعاً البيلة المجهرية إنه نشوف بيتا ميكروغلوبولين بالبول. أي مريض عنده ضغط وصار السكري له فترة منيحة عنده وضغطه بيسمح نعطيه هاي الأدوية للوقاية من اعتلال الكلية. هلأ معالجة الداء السكري حكينا أهداف المعالجة بالدرجة الأولى مشان ما يصير عنده اختلاطات حادة اللي هي حماض الخلوي السكري او السبات فرط التناضح او الحماض اللبن اللي حكيناه المره الماضيه،
والأكثر هو منع حدوث الاختلاطات المزمنة مشان ما يصير عندهم مشاكل بعيونهم بتلويهم بالقدم السكرية. فلذلك هذا أهم أهداف المعالجة. الشغلة الثانية إنه مجرد ضبطنا السكر بينضبط الشحوم. كثير من الأحيان مريض عنده سكر مضبوط شحومه، الأولوية هو لضبط السكر، مجرد ضبطنا له السكر بينضبط شحومه. وكمان هدف مهم كثير للعلاج، وكل المرضى بيرقدوا من شانه، إنه هن بيخجلوا رايحين جايين، راحوا زيارة، راحوا سيران، يلا والله بدي إن شاء الله لاقونا أقرب تواليت، ويلا عم يشربوا مي ويفوتوا على تواليتات، فعلا مزعج، ومنع حدوث أعراض فرط سكر الدم. القدر الإمكان المحافظة على سكر الدم قريب من الطبيعي. أهداف المعالجة إنه مجرد كمان ضبطنا السكر ممكن نصير نسيطر على الضغط الشرياني، بينما المرضى السكريين بمراحل متقدمة ممكن إنه ضغطهم يصير عندهم انسداد بأوعية الكلى، تضيق بأوعية الكلية، وشرايينهم كلها تكون سيئة ويصير عندهم ضغط شرياني معند. حكينا أهم سبب لأهداف المعالجة إنه تضل أوعيتهم على أحسن حال لأطول فترة ممكنة. من أهداف المعالجة إنه كمان إنه نتابع المريض وإجراء الفحوصات السريرية والمخبرية له. هلأ معالج مرضى السكري أهم شيء قبل ما مثل ما قلنا تثقيف المريض، ثانياً نحكي له عن الحمية وتغيير نمط الحياة. مهما عطينا دواء والمريض عم يأكل 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 سكر، ما يفلح شو يقولوا، ما يفلح العطار ما أفسده، والله ما نتذكر شو الإكمالي. إذن يعني ما بيمشي الحال إنه والله أنا أعطي المريض سكر هو يأكل على كيفه، أعطي إنسولين هو يأكل على كيفه، لا، الاثنين مع بعض. الحمية قلنا تغيير نمط الحياة، إنه كان كسول يا أخي قوم اشتغل، هي الراحة ما بتجي بخير، الحركة بركة، الراحة دائما سيئة. الإنسان لازم يعني، وأنا أوصي نفسي قبلكم إنه الراحة حتكون إن شاء الله بأول يوم مغادرة الحياة، وأما هذا لازم يكون كله شغل طبعا مع قليلا من الراحة، يعني مو إنه ما في راحة أبدا، بس هدلول المفلحين اللي بيجوا وعملوا الكتير وميتهم خاف الوجه، لا الله يجعلنا منه. إذن الحمية وتغيير نمط الحياة، الحياة الكسولة كتير سيئة، بتجيب أمراض نفسية وبتجيب أمراض جسدية. ثانياً بنحكي لهم للمرضى ونشرح لهم عن الدواء، ما بنعطي الدواء بنقول له روح، بدنا نفهمه إمتى ياخده، قبل الأكل بعد الأكل. الأدوية أغلبها هي إما أدوية خافض سكر الدم وإلى كذا نمط، بالإضافة للإنسولين. حكيت لكم على إعداد برامج التوعية والتثقيف، كتير كتير هي مهمة. تغيير نمط الحياة، ممارسة الرياضة، الحركة بركة، إيقاف التدخين، الحمية، واستخدام الميتفورمين. الميتفورمين حتشوف هلأ استخدامه شائع جداً عند المرضى السكري وأخص النمط الثاني، وهلأ حديثاً عند النمط الأول حنحكي عنه إن شاء الله بالتفصيل. ممارسة الرياضة، الرياضة الموصى فيها إنه يمشي نص ساعة يومياً، بشكل يومي نص ساعة أو 50 أو 150 دقيقة بالأسبوع. مثلاً كسوف ماشي وما شاء الله وزنه 120 وعم يجعوا إجره، بتقول لي لازم تمشي كل يوم نص ساعة، بيروح والله هذا الزلمة إجري ما عنده بوط مثل العالم الخلق اللي بس تندرت مرته الضيقة ومشي فيها، يمكن إجا بعد 30 دقيقة فعلاً إجري كله نفقف لي وقعد بأرضه تكرسح الزلمة. أنا دائماً بنصح المرضى وقلبه صار يلهات، يمكن أخذوه على المشفى، المهم إنه بشكل تدريجي. أول يوم تمشي 5 دقائق، بعد كام يوم تعودت عليهم ممكن نزيدهم للعشرة للعشرين، بحيث إنه آخر شيء كل يوم يمشي 30 دقيقة مشي، والأفضل مشي سريع. هلأ كمان أنا والله ما بفهم بهدول الإيروبيك ومدري شو، إذا التمارين الرياضية بالنادي كمان مرتين أسبوعياً، تمارين رياضية الإيروبيك، وانقاص الوزن 7% على الأقل حسب كل مريض وقديش يعني وزنه وقديش لازم ينقص منه. هلأ انقاص الوزن 10% خلال 6 شهور، يعني هذا إنجاز مهم جدا لضبط السكر وتقليل عوامل الخطورة. ممارسة الرياضة مهمة بالنمطين، سواء النمط الأول أو الثاني، تساعد في الوقاية من النمط الثاني. هلأ بتجيني مثلا مريضة بدينة عندها بي سي او، عندها شعرانية، كل 3 شهور لتجي الدورة،
عندها حب شباب عمره 25 سنة وزنها 125. أما الله يرحمها ماتت عمره 42 سنة وكان عنده السكر وصار عنده جلطة قلبية. هي قديش ضروري إنه نسقفها ونقلها؟ قالت إنه هلأ أنا سكري منيح، أنا ما معي سكري، بس هي قديش معرضة لأنه يصير عندها سكري كتير لأنه عنده مقاومة للإنسولين بسبب البي سي أو، وعنده قصة عائلية قوية وعنده بدانة. إذن ضروري جدا ننصح بتخفيف الوزن، بتحسن كتير، يمكن يبعد عن الداء السكري وتتحسن المقاومة للإنسولين. هلا المريض مين اللي بيرفع كثير من المرضى انه هذا الكوليسترول المفيد كيف فينا نرفعه؟ على فكره ما في شيء بيرفعه الا تعديل نمط الحياه والحركه والايقاف عن التدخين وانقاص الوزن والمشي، هذا اكثر من يعني اللي بيرفع ال HDL. هلا المريض بدنا نشرح له انه اذا بده يعمل رياضه او بده تعزل المريضه او بده تأدي مجهود ضروري نشرح له انه يا اما بتخفف الادويه يا اما بتتناول وجبه اضافيه مشان ما يصير عنده نوبه نقص سكر. هلا واخص الرياضه واخص الرياضه عنيفه لانه بتعرفوا انه بتزداد سرعه دخول الجلوكوز للعضلات، يعني قبض العضلات للجلوكوز بيزيد 20 ضعف عند ممارسه الرياضه. ايقاف التدخين مهم جدا جدا، حتى بتذكر استاذنا كان يقول انه لازم نخلي المريض بين سيجارته وبين اجره، يعني كثير مهم ايقاف التدخين لمريض السكري. انا كنت شبه له للمرضى انه اذا السكري لحاله لنفترض انه يعتبر كقذيفه ذاتيه، التدخين والضغط وفراغي وصواريخ الحمد لله نسيته لأنه صار لي، بس يعني كأنه إنه عم تدمر الأول بس أنواع إصلاح تدريجية. إذا ما يتسكر غير مدخين نص شوية. هلا حكينا إنه ضروري جدا عند المرضى ممارسة الرياضة، إيقاف التدخين والحمية وتعديل العادات الغذائية، وكمان حكينا إنه بده يستخدم الميتفورمين. حنحكي عن الحمية قبل. الحمية لازم متنوعة ومتوازنة ومنخففة تدريجيا بحيث آخر شيء نصل للوزن المثالي. دائما إنه إذا المريض بس بيكون عنده يعني بيكون عنده إرادة لحتى إنه يقدر ينزل وزنه ويخفف، كيف قلنا له يزيد الرياضة تدريجيا، كمان بنقول له يخفف الأكل تدريجيا. يعني إذا مريض عم يأكل باليوم صحن قطره 40 سنتي، بعد أسبوع لازم يساوي قطره 35 اللي بعده. طبعاً أنا بأشهر من المرضى هيك بإيدي إنه بدنا نقص كل يوم. أول ما يقعد المريض على الأكل يفضل إنه يحدد الوجبة، يحدد الأكل اللي بده يأكله، إنه أنا حأكل خضار ورح أكل خبز أسمر ورح أكل شوية إلنا يا خبز يا رز الأفضل. يعني هلأ هو المريض اللي بيحسبها مظبوط فيني أعطي شوية خبز وشوية رز، بس مثلا إنه حياكل ألياف ورح ياكل كربوهيدرات ورح ياكل خضروات ورح ياكل شوية بروتين. نقول له حدد شو بدك تاكل وكل أسبوع أسبوعين نقصهم شوية شوية مشان مثل ما بيقولوا بالعوام إنه تظهر معدته شوي ورا شوي، يخفف لأنه كتير من المرضى ما بيقدروا إنه والله كان ياكل باليوم طنجرة كاملة تاني يوم لأكل صحن ولد صغير، يعني عقله ما بيقبله ومعدته ما بتقبله. بقال كل شيء تدريجي مقبول أكثر. إذن وبقلن إنه ما يروحوا على العزايم كثير لأنه أكل العزايم دائما مدعوم زيادة، وبتعرفوا إنه ما يأكلوا من أكل المشاع، يعني إنه ما حدا ما ينتبه على حاله إنه والله أكل 10 كوسايات و15 يبرق آية وزيتين ومدري شو، لا يحدد الأكل اللي بياكله ويأكل على أقل من مهله مشان ما هو عم يحكي ورفقاته هو يحكي وينكت هو وياه يكون أكل ثلث أرباع الأكل لحاله وهو ماله منتبه على فكرة ولسه عم يقول له جسمه هل من مزيد هل من مزيد. الوجبات السريعة أنا بعتبرها سم نظامي بصراحة، كيف الإنترنت واليوتيوب كله هيك مزين، وهذا اللولي كلياتهم خطيرين بس مزينين تزيين.
الأفضل إنه تناول 3 وجبات يوميا بانتظام. أول ما يفيق الإنسان يفطر، بالنص نهار يتغدى، بعد يعني المغرب يأكل الوجبة الثالثة. والأفضل إذا مريض بدين بين الوجبات ما يأكل شيء أبدا. هلا إذا المريض إنه عم ينقص سكره، بنقول له لا، إنه بياكل 4 إلى 6 وجبات، يعني وجبة رئيسية، وجبة صغيرة، وجبة رئيسية، وجبة صغيرة بعدها، وأخص المرضى اللي عم ياخذوا أنسولين عم يتعرضوا لنقص سكر دم. هلا هيك بهالطريقة بيكونوا إنه سكرهم لا بيرتفع كتير ولا بينقص كتير، لأنه ما عم ياكلوا كمية كبيرة، وبنفس الوقت إنه وقت بده يبلش ينقص سكرهم بين الوجبات نحن عم نعطيه وجبة صغيرة. هلا كل أكل زيادة، اللقمة الزايدة ما لها فايدة، لا مضرة. الفائض من الطعام بيتخزن على شكل شحوم وجلايكوجين. هلا الحريرات المطلوبة للمريض السكري نمط أول، إذا كان كسول بنعطيه وزنه ضرب 25 حريرة باليوم، إذا متوسط ضرب 30، إذا شديد ضرب 35. هلا توزع الحريرات كما يلي: 50 لـ55% سكاكر، 25 لـ30% دسم، و10 لـ15% بروتين. هلا بالنسبه للسكريات مهمه، مو انه نحذفها بشكل كامل المريض، لانه اغلب اكلنا سكريات وكربوهيدرات بس. واما السكريات ذات الامتصاص السريع يفضل الابتعاد عنها. هلا العسل، الشوكولا، هي بصراحه انه امتصاص سريع، ويفضل المرضى، مع انه بيقولوا انه يعني العسل انه هو شفاء. هلا هو مره استاذنا الله يجزيه الخير شرح لنا انه ذكرونا بالآية: من بين بطنه، الله والله نسيتها. المهم انه من بطون النحل انه شفاء للناس. الشفاء هي كلمة منكرة وليس كلمة، لو كانت هي كلمة منكرة كان صحيح كلام المرضى، بس هي نكرة. يعني فيها شفاء، بس المرضى السكري بصراحة لا يفترض يعتمدوا عليه إطلاقا. يعني ممكن إنه يعوضوا عن السكاكر الثانية، وإذا وجبتهم كثير قليلة بالكربوهيدرات ممكن إنه نعطيهم قليلا من العسل، بس وأما يكثروا منه ممنوع ممنوع أكيد. يعني هلا أنا والله مثلا بالعادة بقول للمرضى إنه إما بين الوجبات أو على وجبة الفطور ممكن ياخذوا معلقة صغيرة مع الحليب، يعني مو أكثر. تناول السكريات بدل السكريات ذات الامتصاص السريع، تناول السكريات متوسطة الامتصاص مثل الخبز والمعكرونة والبطاطا، أو بطيئة الامتصاص مثل السكريات الموجودة بالخضار والحليب. وكذلك السكريات بطيئة الامتصاص الموجودة بالألياف، لأنها تبطئ من امتصاص السكر. 25 لـ30% دسم، والأغلب إنه إذا بفضل تكون زيت وليس سمنة، والأفضل زيت الزيتون مفضل عن الزيوت الثانية. عشرة لخمسة عشر بالمية بروتين. ليش؟ إنه بيكون بتعرفوا البروتين آخر شيء بيتحول لبولة، وهي إلى عبء على الكلية، فلذلك بنخفف قدر الإمكان منها البروتينات. بتعرفوا كلياتكم عن الهرم الغذائي، انه قاعدته هي كربوهيدرات، هي 55%، بعدين بتيجي عندنا الخضار والفواكه، قمه الهرم هي الحلويات والدسم، هي بدنا نخفف منها كثير، بينما من القاعده فينا ناكل اكثر، من الهرم فينا ناكل اقل. هلا التوصيات الجمعيه الامريكيه للاطباء الغدد، النصائح العامة بالنسبة للحمية إنه التقيد بوجبات منتظمة، هي على فكرة كتير مهمة، بيصير البنكرياس يعني مرتاح على هالوضع، إنه بيعرف على حاله، بيفيق الإنسان بده يفرز له شوية إنسولين، يعني سبحان الله بياخد نفس الرتم إنه للوجبات المنتظمة. فلذلك كتير منصر على المرضى إنه ما يأسقطوا وجبات، هذا الشيء بكركب البنكرياس. التقيد بوجبات منتظمة، تجنب الصيام جديد لتخفيض الوزن. هلا ليش؟ لانه الصيام المديد شو بيعمل؟ اول شيء مثلا لنفترض مثل او لنحكي مثلا شو بصير مع المرضى يلي المعتقلين مثلا.
هلا صيام المديد، أو أول شيء الجسم شو بيكسر، ما في أكل أبدا بالاعتقال، وسكر ضروري منشان يشغل الجسم، بيحاولوا السكر الموجود بالأكل بيمتص على الآخر، إذا ما في أبدا بيصيروا بيحلوا الجلايكوجين الموجود بالكبد، خلاص بعدين بيلجأ الجسم بيكسر حاله، بيكسر خلاياه مشان يعيش على آخر رمق. سبحان الله، هي يعني من يعني من التكيف الإنسان مع أي ظرف سيء ممكن إنه يمر فيه. هلأ المهم بعد ما يخلص الجلايكوجين ويلجأ الجسم لحل نفسه، هون بتتشكل الأسيتون، ويلي الأسيتون هو صحيح إنه هو المولد للطاقة، بس مثل يلي عم تستعمل الكهرباء للطبخ، بينما اللي عم تستعمل يلي بتحرق الأكياس النايلون وبتطبخ عليها، أنه أحسن للطاقة؟ خلي أستوي يعني مثلا، أعوذ بالله. الأسيتون كنت تعتبره هو هذا يلي قاعدة عم تحرق الكرتون والنايلو، كياس النايلو تطبخ لأولادها طبخ، هذا مثل الأسيتون، قديش بيتشحر إليها، قديش بيتشحر بيتها، قديش بتتعتر لتساوي الطبخة. إذن هذا الأسيتون يتشكل، هو سيء بتوليد الطاقة، وبنفس الوقت هو خطير على القلب والأوعية. وعلى فكرة كتير يذكر أنه بين المعتقلين، وخاصة المعتقلين فترة طويلة، أنه ممكن أنه يصير عندهم مشاكل قلبية ويروحوا لعند ربهم أحسن من ذلك في الحياة، حسب الله عنه ملوكي. المهم لأن النصائح العامة كمان أنه الوجبات النباتية الغنية بالألياف كتير مهمة، لأنه الألياف المنيحة حريرات أقلال، أبدأ عن هذا الجلوكوز اندكس حكيت عليه هلا، غنية بمضادات الأكسدة. تعرفوا الأكسدة بتخلي الجسم ينهار بسرعة، بينما المضادات الأكسدة بتحافظ على حيويته فترة أطول. دراسة الملصق الغذائي، الناس المهتمين بالحميات بتلاقوا كل ما شافوا بسكوتة، كل ما شافوا أي أكلة بيمسكوها بيشوفوا قديش فيها حريرات، قديش فيها كوليسترول، قديش فيها أملاح. الطهي المتوسط للطعام، وأما الطهي الشديد بيخرب الفيتامينات. ما أكل كربون أصدم بالكربوهيدرات ضرورية، لازم أنه يكون عندي بسيط ومعقد وألياف. الأفضل اختيار الكربوهيدرات منخفضة المشعر السكري، لأن التمر عم يقوله هو مرتفع المشعر السكري، أنه بيرتفع السكر، بينما البرغل لا، منخفض المشعر السكري. ما نحكي عن المشعر السكري، المشعر السكري هو نقارن بين منحنى الجلوكوز بعد أكل السكريات. يعني أنا مثلا مريض أكل بطاطا ومريض أكل برغل، بشوف قديش بيطلع السكره، منحنى ارتفاع السكر، منلاقي انه بالبطاطا بيرتفع كتير، بالبرغل بيرتفع الجلوكوز بشكل منخفض. هذا هو اسمه المشعر السكري. مثلا لنفترض الزبيب او المشعر عالي المشعر السكري لانه بيرفع السكر بسرعة، بينما مثلا انه الحليب، واخص اذا خالي الدسم ومن دون سكر، او البرغل او الالياف السكر الموجود بالخضروات، انه لا ما بيرفع السكر، مشعر السكري منخفض. الدسم قلنا بدنا نخفض كمية الدسم المشعر على رأس السمنة، تناول مشتقات الحليب منخفضة الدسم. البروتين الأفضل هو تناول البروتين اللي ما فيه دسم، مثل السمك وبياض البيض والفاصوليا، هذول بروتينات ما فيها دسم. الأفضل الابتعاد عن اللحوم المصنعة، ليش؟ لأنه بقلب منها في مواد حافظة وبيحطوا لها ملح، هي الأفضل إنه يتجنبوها. العناصر الزهيدة هي مو روتينية، بس المريض يلي إنه منلاقي عنده مثلاً إنه مثلاً سوء امتصاص أو نحف، ممكن إنه نعطيه هي اللي منشوفها كتير، يعني المرفقات الغذائية أو اللي بيقولوا لها اللهم صلي على النبي، يعني مثلا مثل بيعطوا متممات غذائية تمام، فيها معادن وفيها بروتينات أحيانا أو حمود أمينية، يعني هي اللي مسميها المتممات الغذائية، أو العناصر مثلا السيرينيوم، هذا اللي مهم للشعر مثلا،
هذول هن التمرينات الغذائية عم يقولوا إنه مو دائما مستطبة. هلا كل المرضى إنه والله يا جماعة كنت شرب الشاي من دون سكر، شلون يشرب الشاي من دون سكر؟ اللي ما بيجي معك تعال معه بدنا نعطيهم محليات، بتعرفوا أنتوا كل الناس بيبحثوا عن المحليات. هلا المحليات بصراحة الأشياء الشيء صار آخر واحد هو الأسباتم، بس ممكن إنه يحلوا بالفركتوز، بس هذا بيرفع السكر شوي. وفي عندي السوربيتول والمانيتول، بس هدول بالأمعاء بيسببوا زيادة ضغط حلولي وبيصير إسهال. وفي عندنا المحليات غير الحرورية، وهي على فكرة الأسلم، وأسلم شيء بيناتهم هو الأسبارتام. إذن الفركتوز من خصائصه إنه مشعر السكري أقل من من السكروز والنشاء، يعني إنه ما بيرفع السكر قد النشا، بس بيعطي طعم حلو، لا يتخرب بالحرارة مثل ما قلنا ممكن إنه يرفع سكر الدم شوي، وإذا كترنا كثير منه ممكن إنه يخربط لنا الشحوم الثلاثية والكوليسترول ال LDL. الكمية المسموحة فيها 6 معالق، كل معلقة 10 ست معالق صغار، كل معلقة يعني 10 جرامات. هلا السكاكر الكحولية اللي هي السوربيتول، المانيتول، الإكسيليتول، هلا مثل بتعرفوا إنه كثير من المرضى السكاكر الكحولية السوربيتول، المانيتول، الإكسيليتول، المشعر السكري منخفض، ما بيمتص سكره كثير، ما بيمتص منهم كثير، وبيعطوا بنفس الوقت طاقة بس قليلة. مشكلته انه مثل ما قلت لكم بيعمل زياده ضغط حلولي بالامعاء، وبيمص بيجيب مي كتير للامعاء وبيسبب اسهال. هلا السكرين المحليات غير الحروريه، السكرين قالوا انه الطويل يعني استخدامه طويل الامد ممكن انه يسبب سرطان بالمثانه، والمريض اللي عنده سرطان بالمثانه او عند اهله ممنوع انه ابدا، او بسواقهم ما بنعطي السكرين ابدا، لان ذكر انه كحالات احصائيه انه في علاقه ولو قليله. عند الحوامل والاطفال ممنوع استخدامه. الاسبارتام المحلي هو افضل واسلم واحد، مشكلته انه طعمه شويه يعني بيعطي حلاوة على مرارة شوي. هلا العناية بالمريض السكري إنه ضبط السكر، حتى يضبط السكر المريض إنه بيعرف حاله سكر عم يزبط ولا لا، لازم يجيب سجل وجهاز تحليل سكر. هلا بتركيا كل مريض بيتشخص له داء سكري بيعطوه جدول، بيعطوه دفتر في جداول، وبيعطوه جهاز سكري من عندهم، وبيعطوهم شرائح منشان تصوروا بتركيا إنه المريض بيحلل عري وبعد الفطور بساعتين، وقبل الغداء وبعد الغداء بساعتين، قبل العشاء وبعد العشاء بساعتين، وقبل النوم، واحيانا بفيقوا الساعه 3 بالليل بيسوي التحليل. يعني صراحه شيء بيعقد. هلا بالفتره الاولى مشان نركز وضع المريض ممكن، بس اما طول الحياه والله شيء بيقرف، لا حول ولا قوه الا بالله. اي الخضاب السكري لازم نعمله كل 3 ل 6 شهور اذا ما كان مضبوط، مجرد انضبط مره او مرتين بالسنه مو اكثر. هلا عم نحكي على اجهزه مراقبه السكر المنزليه. هلا هي مفيدة للأطفال مشان ما نسحب لهم دم كتير، لأنه أوردتهم تكون صعبة مو مثل الكبير. هلا هي إلى أحيانا مشاكلها ما كتير إنه دقيقة مثل يلي منساويه بالمخبر. هلا عم يقولوا إنه ما لازم نعتمد عليها أبدا عند مريض الموضوع على الرحض البريطاني اللي عم يغسل، ما بعرف إذا أنتم يمكن ما شفتوه ولا مرة، أنا والله شفته شي 2 3 مرات بالمواسة، إنه الرحض البريطاني بيحطوا مثل شبك بيزرعوا لهم مثل غشاء أو شبكة بالبريطوان وبيحقنوها سوائل، وبعدين في مخرج تاني للسوائل، بهالسوائل هي موجودة بالبطن بتسحب البولة وبتسحب الكرياتين وبتسحب الأرقام يعني، بس كتير هذا صار نادر، هلأ ما له موجود بالشمال بصراحة. المهم المرضى اللي عم يعملوا لهم رحض بريطواني او مرضى العنايه المشدده وغرف العمليات، انه الافضل الاعتماد على السكر المخبري. هلا الجهاز دائما بيعطي ارقام قد تصل الى الاغلب فوق ال 15، يعني 15 ميلي جرام اكثر بتعطي، قد تصل لل 50. شو التفسير؟
انه انت بالجهاز المنزلي عم تحلل وريد شعري، عم تحلل سكر شعري اللي هو سكر وريد يعني دم وريدي شرياني. اما الدم المأخوذ بالمخبر هو وريدي، وبعدين بيسفلوا وبيروحوا الكريات الحمر، بس بيعاير سكر المصل. هلا هاي الفروقات احيانا بتعطينا فرق، بس مثل ما اقول لكم اكثر من 50 لا، يعني كتير صار فرق كبير. وهدلول الأجهزة أحياناً لهم مشاكلهم إنه بيكون الشرائح مثلاً متعرضة لرطوبة أو الجهاز ضبطه سيء يعني. بس وأما بشكل عام إنه ممكن يعطينا إنه مثلاً إذا المي دائماً عم يكون أرقام سكره بين 130-150-180، المريض ما عنده أعراض نقص سكر الدم كتير منيح. بس بينما حلاوته انه بيعطيني هاي وبيعطيني لو اكون مريض سكره قليل او مثلا سكره عالي، خلص هذا معناها وين ما حللت سكره حيكون سكره عالي. اذا اعطاني سكر 600 او 500 معناها سكره مو مضبوط. طيب ما اكيد ينزل تحت ال 200 بيكون تمام. طبعا كل الجمعيات تقول معلش لازم انه نوصي باستعمال جهاز منزلي لقياس السكر مشان يكون عندنا صوره عن ضبط السكر. هلأ وهي الأجهزة عم تتطور، هلأ إنه صار نقطة واحدة صغيرة بتكفي دغري بتشرق الشريحة ويعني بتسحبها لجوه وبتعايره وبتعطيه الأرقام. بكل زيارة الطبيب عند المريض لازم ياخذ له الضغط، لأنه الضغط لازم يكون مضبوط ولازم وزنه ما يزيد. أو مثلاً لنفترض مريض لا كان وزنه مثلاً 80 وقال إنه سكره ماله مضبوط ونزل وزنه ل 55 رغم إنه ما عم يعمل، يعني إنه هو ماله عم ينقص وزنه بس وزنه لحاله عم ينزل. هذا كمان كثير كلام له معنى، أنا هذا المريض ما عاد في عنده إنسولين أبداً، حتى هيك جسمه نزل وزنه بهالشكل هذا، ولازم الدكتور يفحص القدم. هلا الفحوص اللي لازم تجرى بكل سنة في حال كانت طبيعية، فحص قعر العين والكوليسترول والشحوم، تحليل ريبيلة مايكرو ألبومين يوريا. هلأ المعالجة الدوائية يا جماعة أنتوا معي؟ هذا يفتح ويحكي. ايه دكتورة ايه الحمد لله. يا الله شو متضايق قبل انه عم بحكي معي شادي. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا منكمل. هلأ جينا على الأهم الأهم. هلأ هذا ضروري أنه أنتوا كأطباء هذا الكلام كل تبعات التوعية كل تبعات الرعاية الصحية بيعرفوا، بس هلأ بدنا نجي على الأهم أنه أنتوا هذا الدواء. هلأ أنتوا مثلا أحيانا يكون طبيب جراح أو طبيب داخلية أو طبيب أطفال مثلا نعطي دواء ويكون مثلا انه هو ماكش له علاقه بالسكري او ما انتبه. مثلا انتم كاطباء كطلاب طب بتكونوا دارسين ومعلوماتكم ممتازه كل الاطباء، ممكن انه تصلحوا مثلا انه مثلا دواء السكري مثلا نفترض يعني مريض انه الدكتور قال له افحص توقف دواء السكر، مثلا مريض الجراح جراحه الاوعيه افحص توقف دواء السكر والمريض عم يتعرض كثير لنوب نقص السكر ولسه أشوف طبيبه شو بتقول له. يعني فلذلك هون رأيت أنتوا رأيتون كتير بهم وأخص إنه دارسين الموضوع عم تحكوا عن دراية وعلم. هلأ المعالجة الدوائية كتير مهمة. النمط الأول العلاج الأساسي هو الإنسولين، الإنسولين فقط. وهلأ حنحكي إنه نضيف الميتفورمين وأخص إذا كان الولد بدين، يعني مثلاً الولد البي إم آي عنده عالي عم نعطيه انسولين وما عم ينضبط سكره، وعم بضطر اعطي انسولين وما عم ينضبط سكره، كثير ممكن انه اعطيه الميتفورمين وبيتحسن وما عاد اضطر اعطي انسولين مشان ما تزيد بدانته، والميتفورمين بخليني نقص الانسولين وبيخفف المقاومه للانسولين داخل جسمه وبيساعدنا على انقاص وزنه. بالنقط الثاني ممكن نعطي الانسولين وخافضات السكر الفمويه. عموما بنبلش بخافضات السكر الفمويه، واذا ما وبعد فتره ممكن انه ننتقل على الانسولين اذا ما عاد في عندنا انسولين داخلي، لانه اغلب خافضات السكر الفمويه بتعتمد على انه في قليلا من الانسولين موجود. اذا هالقليلا من الانسولين ما عاد موجود لابد من اعطاء الانسولين. هذول الادويه كلها ما عاد تنفع. هلا اولا خافضات السكر الفمويه مثل ما قلنا بتستخدم علاج النمط الثاني وليس بعلاج النمط الأول. يعني مريض سكري نمط أول عن طفل سكره 400 ما بحاول أبداً أعطيه أي دواء، هذا حصراً شو
انسولين، بينما جايه مريضه هي اللي قلت لكم عليها مثلا انه اللي عمرها 25 سنه وسمينه وطلع شخص لدى سكري، هي على فكره احيانا على بس ها الحميه والتثقيف والميتفورمين كان سكرها 300 فعلا بعد فتره بتجيني ب 100، خاص اذا كانت يعني انه متعاونه ومتجاوبه مع العلاج. إذا خفضت السكر الفموية بتنقسم لخمس مجموعات وتحمل عدة أليات، شيء ما بيخلي السكر يمتص بالأمعاء، شيء بيخلي إذا السكر نفترض يمتص بيحسن تصريفه بقلب الجسم بطريقة صحيحة، في شيء بيزيد إنتاج الإنسولين، في شيء له علاقة باللي زبنا هذا الدواء تبع الصوديوم هلا الحين معنا مثل أدوية الإكسيتينيد اللي بتنحف وبتضبط السكر. المهم هلا في عندي المحسسات الأنسولين، هي الأدوية اللي بتحسن عمل الأنسولين مثل مين؟ مثل البيجوانيد، مثل يعني مثال عنه الميتفورمين، وفي عندي من كمان اللي بيحسنوا عمل الأنسولين في عندي زمرة التيازورينديون أو الكليتازونات، على رأسهم الجليتازون. في عندي روسي كليتازون، هذا نقام من الأسواق، صفي عندي البيو جليتازون، هذا ممكن لسه يستخدمه، موجود بالسوق اسمه جليفيكس، عياره 15 أو 30 أو 45. هلأ محرضات إفراز الإنسولين، أدوية بتزيد إفراز الإنسولين من البنكرياس، في عندنا نمطين، مركبات السلفونيل يوريا ومركبات الميغلينيتايدز. في عندنا كمان مصبطات الصوديوم جلوكوز ترانسبورت بروتين 2، في عندي أدوية بتنقص امتصاص السكر من الأمعاء، ما بتخلي السكر يتكسر ويمتص، مثل مصبطات ألفا جلوكوزيداز ومصبطات الليباز. وفي عندنا المعالجة المرتبطة بالأنكريتين، بيوجد في منه أشكال فموية وتحت الجلد. هلأ اليوم رح ندرس عن الميتفورمين وعن الجليتازونات، ورح ندرس عن السلفونيل يوريا إن شاء الله. البقايا للمحاضرة القادمة. هاي عم تلخص لنا الحكي اللي قلنا إنه الميتفورمين بيزيد قوة العضلات، بيحسن عمله بيزيد حساسية الإنسولين، في أدوية بتزيد إفرازه من البنكرياس، في أدوية بتنقص امتصاصه من الأمعاء. هلأ محسسات الإنسولين بدنا نحكي كتير عن الميتفورمين اللي هو من زمرة البيجوانيدات. تعرفوا أن الميتفورمين صار عمره تقريبا 60 سنة أو أكثر، أكثر حيصير 70، يعني دواء تقريبا عند مرضى عند أطباء الغدد مثل تقريبا مثل السيتامول. طب هلأ حنشوف إمتى بينعطى وإمتى ما بينعطى وكذا، شو رح نحكيها. هلأ الخيار الأول لضبط السكري على النمط الثاني وخاصة المترافق البدني، حكيت لكم مريضة سمينة عمرها 25 سنة جايتني سكري نمط ثاني، اجت بسكر 300، عطيتها ميتفورمين وقلنا لها كيف تمشي وكيف تاكل وكيف تحاول تنقص وزنها، فعلا عن جد اجت بعد فتره سكر 100. يمكن مشاركته مع باقي خفضات السكر الفمويه او مع الانسولين. ليش قلنا؟ لانه هو ميتفورمين بحسن عمل الانسولين، بيأثر بشكل رئيسي على الكبد، وكمان بيأثر على العضلات والنسيج الشحمي، ولكن لابد من حتى يشتغل لابد أن يكون في عندي إنسولين، إذا ما عندي إنسولين ما بيشتغل. هلأ آلية عمله يعني كفارماكولوجي، يعني بيمتص من البول الهضمي، يطرح بشكل فعال في البول، بيخفض السكر وبآلية تحسين عمل الإنسولين. نرجع نقول لا يؤثر إلا بوجود الأنسولين، ينقص من إنتاج الجلايكوجين، ينقص من إنتاج الجلوكوز في الكبد، ما بيخلي يصنع سكر من جديد. هلأ حيقولوا لكم إنه كيف بيشتغل كيمياء حيوية، آخر شيء بيؤدي إلى تثبيت استحداث السكر في الكبد وزيادة قبض العضلات للجلوكوز. ما له علاقة، لا يصل تأثيره للبنكرياس،
غير انه بيحسن عمل الانسولين المفرز. احيانا الميتفورمين بيقلل امتصاص السكر بالامعاء بس مو هذا الدرجه الاولى مثل ما قلنا. اذا بيثبط انتاج السكر في الكبد استحداث السكر، بيزيد قبض السكر من العضلات وبينقص امتصاص السكر من الامعاء، بس بالدرجه الاولى بيشتغل على الكبد وبعدين بالدرجه الثانيه على العضلات والنسيج الشحمي. هلا كثير من المرضى بيروحوا لعند الاطباء بيعطون مريضه فعلا بدينه، انا عفوا دائما بقول مريضه ما بقول مريض، مريضه بدينه دغري الدكتوره قالت لي انت وزنك 130، دغري مباشره اعطيتها ميتفورمين 1000 ثلاث مرات باليوم. هي ما بعرف في قسم بيعرفوا الوحام، الوحام صعب جدا، كيف هيك غثيان واقياء واسهال والم بطني ونفخه وتعب ومعص عضلي فعلا، يعني بتقرف حاله المريضه بتقول خليني سنين طول عمري باليومين اللي بعيشهم ولا بدي بهالحياه اللي عم يوعدوني فيها مع الدواء. اذا اعراضه هضميه كثير شديده واخص اذا اعطيناه بجرعات عاليه مباشره. انا دائما ببلش فيه بشكل تدريجي طبعا، يعني مو انا لانه هيك بنصح فيه، وفعلا مع المرضى هيك بيتحملوه اكثر لانه هو دواء كثير منيح، بس كمان المريض بيتحمله، اذا ما تحمله بيقرف حياته. مثلا 500 منبلش فيها مثلا نص حبه مع الغداء لمده اسبوع، الاسبوع اللي بعده انا ماني مضطر بشكل اسعافي انه اضبط السكري. يعني عند هدول المرضى مثلا ما يقدر السكر 250 ما ضروري بكره يصير 100 على ما هي شوي شوي. بينما مريض الحماض الخلوني حكي ثاني. اذا هي المريضه بنعطيها الميتفورمين اول اسبوع مثلا نص حبه مع الغداء، ثاني اسبوع حبه على الغداء، ثالث اسبوع حبه مع الغداء ونص حبه مع الفطور، الاسبوع اللي بعده حبه مع الفطور حبه مع الغداء. تجيني بعد شهرين ما لم تضايق من الميتفورمين بدل 500 بنكتب 850. تمام. هلا شو فوائد الميتفورمين؟ انه ما بيكسب وزن، لذلك هو الخيار المفضل عند البدينين. الشغله الثانيه انه ما بينعطى للاطفال الا إذا كان عمره مثلاً 12 سنة ومن أولاد الخليج يلي قاعدين على الجوال وعلى الإنترنت وعم يأكلوا ما طاب ولز وما بيروحوا لقرن لأنه شوب تحت المكيف ما بيقدروا يشوبوا. هلأ حلاوة الميتفورمين أنه ما بيزيد الإنسولين، هو ما له علاقة بإفرازه، هو الإنسولين الموجود بحسن عمله، فلذلك ما بيزيد الإنسولين التالي للطعام، وبالتالي ما بيؤدي لنوب نقص السكر. نادر يعني الميتفورمين نادرا ما يساوي نقص السكر، نادر انه نقص السكر حقيقي. بيخفض الخضاب الجلوكوزي بنسبه 2%، يعني المريض عنده 2% سواله 6% كثير ممتاز. تاثيره جيد جدا على الشحوم والضغط وحمايه العضله القلبيه، وبينقص عوامل التخثر ويمنع حدوث التجلط والتصلب الشرياني. هلا المرضى يلي بنعطيهم الميتفورمين مع الانسولين ممكن انه نقدر نقص جرعه الانسولين بحدود الربع، وهي شغله كثير منيحه. بيحسن من وظيفه المبيض من المبيض متعدد الكيسات بي سي او، فلذلك كثير من المريضات مثل ما قلت لكم انه بيعطوها الميتفورمين واذ بيصير عندهم حمل لانه بتحسن، لانه هي مبيض متعدد الكيسات هو اللا اباضه المزمنه، بصير عندهم اباضه وممكن يصير حمل. هلا ممكن انه يتداخل مع وظيفه الليبتين هذا الهرمون ومع الجي ال بي 1 هذا اللي حكينا عليه بالمحاضره الثانيه او الاولى عن السكري. هذول شفتوا انه مثل ما قلنا لكم كثير مناح، بيخففوا بيعملوا تخمه، ما بيخلوا المريض يشبع بسرعه، بيقللوا حركه الامعاء بحيث انه ما يمتص السكر كثير، بيضبطوا السكر يعني انه المريض ما بيتعرض لفرض سكر الدم. هذا الميتفورمين بيتداخل مع عمله وبيقويه. الدواء الأول لتشحم الكبد، في مرضى بيجوا عنا بتعمل لهم الطبيب الأشعة إيكو بيقولوا إنه في علامات تشحم كبد، يعني مثل الكبد مشحوط شحوطة هيك تقريبا بيحكوها، يعني مو متجانس. بنعمل لهم اس جي بي تي واس جي او تي او اي اس تي واي ال تي، هذول الأسماء الجديدة لهم للاس جي بي تي والاس جي او تي، بنلاقيهم مرتفعين. هذا تشحم كبد
أشيع سبب لارتفاع الـ ALT و AST بالمجتمع وتشحم الكبد، نعطيهم ميتفورمين منخفض لهم وزنهم بترجع الأمور تمام تمام. إذا بنقص الامتصاص المعوي للحموض الصفراوي والكوليسترول، بيقوي إفراز الإنسولين. يعني أحلى من هيك دواء ما عاد صفي. مثل ما قلنا أحيانا نعطيه عند مرضى نمط الأول، ليش؟ لتحسين عمل الإنسولين ولتخفيف كميته. لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد على خلايا التمال وعلى أفيون. هلا في بالسلايد كاتبين إنه الإنسولين ذكر إنه هو يعتبر كمادة مسرطنة، بس هذا ما حدا يحكي يعني، بس إنه نذكر بالإحصائيات إنه إنه المرضى اللي بياخذوا إنسولين ممكن يتعرضوا للأورام أكثر، بس قد يكون مو بس هي الآلية يعني إنه عم ياخذ إنسولين. المهم أتصور إنه أنتوا تحكوا لقرايبكم إنه الإنسولين مسرطن، بيقول ما يرضى ياخذ، بس هو أكيد ضروري يعني. وبعد يعني الإنسولين ما عمره لا يوم ولا يومين، وضبطه للسكر وأهميته بالحياة بصراحة يعني أهم من هذا العمل. التأثيرات الجانبية لمين؟ عمشني صوت مع المتفضلين. أعراض الهضمية مزعجة جدا، ألم شرثوثي، قناة، غثيان، إقياء، طعمة التم، مرة، طعم معدني، إسهال، مثل ما قلتكم مثل ما يدل عن تتوحم. وهي عابرة، والله أحيانا ما بتكون عابرة، عابرة إذا تفاديناها. وكيف نتفاديها؟ بجرعة صغيرة أثناء أو بعد الأكل ونزيدها تدريجيا. والله أكثر لسه أنا يعني مرضانا أكثر من 5% إذا أعطيتهم بجرعة عالية ما بتحملوا الدواء أبدا. في يعني ذكر إحصائية إنه 5% من المرضى بيوقفوا لأنه ما تحملوا أبدا. هلا أحيانا تأثيراته الجانبية إنه قد يسبب حماض لبني. بتعرف الحماض اللبني هذا حماض خطير، يعني غالبا إنه المريض بيفوت على العناية وبيصير وضعه سيء وبيصير بيترافق مع قصور أعضاء. هلا يشك به عندما يشكو المريض من مغص عضلي وتعب، يفضل انه يقول مغص عضلي وتعب انه نرجع نسحبه وندخله تدريجيا. هلا مو يفضل، لا يعطى عند مريض القصور الكبد والقصور الكلوي والقصور القلبي المتقدم، بيكون في عندي قصور عضلي مهم ابعطيه. يعني مثل ما اقول بشكل عام يعطى ميتفورمين لمريض سمين بحاله عامه جيده. هلا بيقولوا انه عوز الاستعمال المديد للميتفورمين ممكن انه يقص فيتامين بي 12 واخص استعماله اكثر من 10 سنين. صعيب ينقص فيتامين بي 12 قال بس ما بيساوي فقر دم، بس احنا بنعوض له للمرضى يعني بنطلب له فيتامين بي 12 واخص اذا صاروا يشكوا يشكوا كمان اعراض عصبيه بنشوف له فيتامين بي 12 وبنعوض لهم اياه. الآلية هي انه طريقه ارتباط عامل الداخلي بالفيتامين بي 12 بيتداخل على هالموضوع ويمكن الوقاية منه بأخذ الكلس. مكتوبة إنه شلون إنه الأساس إنه ليش بنقص الفيتامين بي 12 إنه بيمنع ارتباط العامل الداخلي بالكلس. وبتعرفوا إنه العامل الداخلي الفيتامين بي 12 ما بيمشي الحال، يمتص حتى يكون مرتبط من العامل الداخلي. إذا عملنا كلس بيمشي الحال. يجب إيقاف إعطاء الميتفورمين صباح العمل الجراحي مشان ما يتطور عند المريض، لأنه هو فايت على ستريس مشان ما يتعرض لحماض لبني. وإذا مريض صار عنده تصوير ظليل، مو بس الكلية، لا تصوير ظليل لأي قسطرة شريانية أو كذا، لا إطراح الميتفورمين كلوي، وممكن أنه تتأذى شوي الكلية من التصوير الظليل. فلذلك خلال 3 أيام ما نعطيه للمريض ميتفورمين إذا كان عنده صورة ظليلية. مضادات استصبابه المرضى الكبار بالعمر واللي وزنهم البي ام اي عندهم منخفض، واذا في عندي قصور اعضاء كلوي او قلبي او كبدي. هلا اذا في عندي انتانات شديده وحالات نقص اكسجه، ليش؟ من شان ما يصير عندي حماض لبني او سوابق اصابه بحماض لبني، هذول ما مضاد استصباب اعطائه. هلا عند الحامل كانوا يقولوا الميتفورمين مضاد استصباب، هلا لا، بينعطى عند السكري الحملي منشان ما نعطيه كمية كبيرة من الإنسولين. ملاحظات عن الميتفورمين إنه يمكن مشاركته مع التيازولينديون اللي هو البيوديتازون، وممكن إنه يشاركه مع السلفونيليا. في شفتوا أدوية
غليبوميت كذا، انه فيه ميتفورمين مع سلفونيلوريا، او ممكن انه نعطيه مع الانسولين. بيتواجد باشكال مديده التحرر او بشكل سائل او بشكل علكي، انا شفتها والله العلكه. يؤدي لتناقص هام في الخضاب الجلوكوزي تقريبا 2%. شو صار يا شباب؟ تمام دكتورة، ما في شيء. بس انا اشوف وين راحت عندي الشاشه. تمام هيك الانترنت شوي ضعيفه، يمكن عم يكون في شويه فرق، ان شاء الله لو بترجع. ما رجع لسه. تمام، اذا ملاحظات، عم نحكي عن ملاحظات عن الميتفورمين. يعقل السكريين مع ارتفاع الكوليسترول، لأنه ممكن يساهم مثل ما قلنا بضبط ضغط الدم وشحميات الدم. ما بيرتبط ببروتينات المصل، ويطرح بشكل فعال عن طريق الكلية. هلأ حكينا عن الميتفورمين بما فيه الكفاية، هلأ بنحكي عن البيوغليتازون. هلأ هاد حديث شوية، عمره 21 سنة، أول ما استعمل باليابان. التأثير الأساسي له على مستوى الأنسجة الشحمية، آلية عمله بيحسن عمل الإنسولين وبالتالي بيخفض سكر الدم. هلأ يقوم بربط وتفعيل مستقبل نووي، بأنتج بروتينات بتنقل السكر، هاي الأساس فيها زيادة حساسية النسج للإنسولين، فلذلك ما بنضطر نعطي إنسولين زيادة. الكليتازونات بتنظم إطلاق الريزيستين الممانع أو الأديبونكتين من الخلايا الشحمية. الجليتازونات اللي هي البيوغليتازون بيزيد إفرازهم، بيزيد إفراز الأديبونكتين واللي بيزيد حساسية النسج للإنسولين، بينما بنقص إفراز الريزيستين اللي بنقص من حساسية الإنسولين. والله حلو هالاسم الهرمون ريزيستين، بنقص إفراز الريزيستين هو الهرمون المقاوم للإنسولين. البيوغليتازون بيزيد إفراز مين؟ بيزيد حساسية النسج للإنسولين اللي هو الأديبونكتين أو الرابط أو المحسس، بينما بنقص إفراز الممانع. نقص إنتاج السكر بالكبد مثل تقريبا الميتفورمين، بس الميتفورمين أقوى بضبط استحداث السكر بالكبد. ونفس الشيء مثل ما قلنا انه انقاص الطلب على افراز الانسولين، وبالتالي انه رفع محتوى خلايا بيتا من الانسولين. بينما حكينا عن الميتفورمين انه ما دخلوا الخلايا بيتا ابدا، لا، هات انه بنقص الطلب على افراز الانسولين وبيضل خلايا بيتا فيها محتوى عالي من الانسولين. هلا البيوغليتازون من ميزاته انه تحمل الجيد، ما بتسبب هبوط سكر، كمان بيستخدم العلاج البي سي او. هلا اذا مريضه اجت مثلا، احيانا المريض متعدد التنفسات عند 20 سنه ووزنه، فهنا بدينا هل شو كان عادي كتير ما تحمله وبنقص وزن شوي وهي بدها زيادة فيه، لذلك العلاج بي سي او عند المريضة نحن فيه بنعطيها بيوغليتازون، ما بعطيها ميتفورمين. كمان تأثيره جيد على الضغط الشرياني وبيخفض الخضاب الجلوكوزي تقريبا 1.5%، بنقص الشحم الحشوي، هي كتير مهم لأنه الشحم الحشوي هو السيء للتصلب الشرياني. تأثيراته الجانبية إنه ممكن يعمل وزمة محيطية لأنه بيحبس الصوديوم، فلذلك بيحبس الصوديوم الماء، بيؤدي لزيادة حجم البلازما وبيسبب بيتم البلازما. شاركنا مع الإنسولين بتزداد الوزمة بشكل أكبر بكتير، فلذلك بنحاول إنه ما نعطي كتير مع الإنسولين، نعطي مين أكتر، نعطي الميتفورمين. في مرضى ممكن إنه نعطيهم البيوغليتازون، عفواً، في مرضى نعطيهم البيوغليتازون
لهم، ولازم نراقب لهم خمائر الكبد، لأنه أحيانا بيجونا بتسمم كبدي، إنه ارتفاع خمائر الكبد قد تزيد العظام وتزيد كسور العظام البري. هذا كثير بيجيب سؤال بالفحوصات العالمية، إنه مريضة عند السكري وعندها كسر عظمة، إنه ما من الدواء المتهم بإحداث، شو هو الدواء اللي لازم متهم واللي لازم إيقافه مباشرة؟ نحط لكم كذا من بيناتهم البيوكليتازون، لها تأثير سلبي على الوزن بالنمط الثاني للسكر، مو لأنه بتسبب وزمة وبتحبس السوائل، فلذلك بيصير زيادة وزن. المريضة اللي بدها تنقص وزنها ما بنعطيها إياه، لأنه هذا بيزيد، ما حيخليها تشعر إنه فعلا وزنها ناقص. هلأ مضادات الاستطباب للبيوغليتازون، إنه يكون عندنا قصور قلب لأنه بتحبس صوديوم، بتحبس ملح وماء، وإذا في عندي قصور كلوي أو أمراض كبد فعالة ممنوع أعطيها هذا الدواء. هلأ في عندي دوين بهالزمرة، البيوغليتازون والروستيغليتازون. الروستيغليتازون حذفوه لأنه لقوا كتير إنه عم يصير عند المرضى ارتفاع بالـ LDL وزيادة خطر حدوث الاختلاطات القلبية. هلأ أكثر شيء موجود بالسوق هو البيوغليتازون، موجود بجرعة 15-30-45، نعطي المريض جرعة واحدة باليوم، قد نشاركه مع الميتفورمين أو السيفونيليوريا. مثل ما قلنا يتهم بإحداث سرطان المثانة، وأخص إذا في عندنا سوابق أو إنه مريض مدخن. هلأ البيوغليتازون بعكس الروستيغليتازون إنه بيرفع الـ HDL، فلذلك بينقص الوفيات القلبية، إنه هو منيح بهالشغلة. يفيد في الحماية الثانوية عند مرضى الـ CBA اللي هي الحوادث الوعائية الدماغية. يعني هو دواء مو مهم مثل الميتفورمين أو السيلفونيليوريا. هلأ محرضات الإفراز، حكينا عن محسسات الإنسولين، محسسات عمل الإنسولين، محسنات عمل الإنسولين. عندي زمرتين، زمرة الميتفورمين وزمرة البيوغليتازون. هلأ راح نحكي عن محرضات الإفراز بالدرجة الأولى، عندي السيلفونيليوريا. من كلمة السيلفونيليوريا، كلمة فيها معناها في سلفة، أي مريض بتحسس من السلفة ما بنعطيها. أكثر الأدوية، هلأ بتعرفوا إنه المرضى بيقولوا حارق سكر ومنظم سكر، أصدم بمنظم السكر هو الميتفورمين منظم، والحارق السكر أصدر هو بالسيلفونيليوريا. أكثر الأدوية السكري انتشارا كانت هي الخط الأول، بالصراحة هلأ عم تتراجع، هي صارت بالخط الثاني أو الثالث. آلية العمل بالدرجة الأولى بتحرض إفراز الإنسولين من خلايا بيتا البنكرياس، حيث أنه هالمادة ترتبط بمستقبلات على سطح خلايا بيتا، تتصبب قنوات البوتاسيوم الحساسة للطاقة، بتنتزع الخلية، بتنزع استقطابها، تدخل شوارد الكالسيوم لداخل خلايا بيتا، تنطلق حبيبات الأنسولين. تأثير محيطي بتنقص السيلفونيليوريا، مو بس بتزيد إفراز الأنسولين من خلايا بيتا، وتأثير محيطي بتنقص تصفيته، ما بتخليه يروح بسرعة يستقل عن طريق الكبد أو يستقل عن طريق الكلية، بتنقص تصفية الأنسولين، وبتزيد حساسية نسج السيلفونيليوريا. بس بالدرجة الأولى بيزيد إفراز الإنسولين، بينما الميتفورمين بالدرجة الأولى بيزيد حساسية النسج على الإنسولين. نعطيها ميتفورمين
شباب نسمع الصوت هلا، يا ريت تفتحوا وتأكدوا لي. نعم دكتورة، صار دكتورة هلا أطرح. مسموع هلا. شو آخر شيء أنا طيب قرأته؟ إنه كيف تنعطى جرعة الميتفورمين وكيف تنعطى جرعة السلفونيليوريا. وصلتكم الفكرة؟ والله بعد إذنك إذا بتعيدي بس الجرعة هاي آخر سلايد بيكون فضلت علينا. يلا يلا تمام. حكينا عن جرعة الميتفورمين إنه بتنعطى مع أو بعد الطعام، بينما السلفونيليوريا لابد من إنه نعطيها قبل الأكل بنصف ساعة، ومثلاً قبل الفطور وقبل الغداء. مجرد أنه المريض أكل بيحسن امتصاصه وبيحسن عملها. خصائص السلفونيليوريا أنها فعالة فموياً، يعني أنه ما في أنه مثلاً تحت الجلد أو عن طريق الشرج، فقط حبوب. الميتفورمين تتذكر أنه ما بيرتبط ببروتينات المصل أبداً، بينما السلفونيليوريا بترتبط ببروتينات المصل. استقلابها كبدي وأطراحها كلوي. تتميز أنه تأثيرها سريع وثمنها رخيص. تأثيرات الجانبية للسلفونيليوريا بعكس الميتفورمين والبيوكليتازون، إنه ما بيسببوا نقص سكر الدم هالدنكي، بينما السلفونيليوريا مركبات السلفونيليوريا كلها ممكن أنه تعمل نقص سكر الدم، وهو الأهم والأخطر. أحياناً أنه مثلاً المريض بيضل 3 أيام، مثلاً أخذ حبة وهو كان عنده قصور كلوي، كانت الجرعة زايدة عليه، ممكن أنه يضل مفعولة 3 أيام، والمريض كل كام ساعة بيصير معه نوبة نقص سكر، ونضطر أنه نفوته على المشفى ونحلل له سكر كل 3 ساعات أو مثلاً كل 6 ساعات، ووقت بيحس شعور أنه مريض نقص سكر. إمتى بيزداد حدوث نوبة نقص السكر؟ إذا المريض ممارسة رياضة غير منتظمة، يعني مثلا أنه اليوم وإذا المريض اتصلوا فيه، تعال اليوم في عنا شغلة مهمة كتير، والشغلة طلعت عضلية زيادة، هو آخذ الحبة ونسي يأكل سندويشته مثلا. ترك إحدى الوجبات، استعمال مركبات طويلة التأثير، هلأ رح نشوف أنه في شيء مركبات طويلة، في مركبات قصيرة التأثير. إذا عم يأخذ المريض أدوية مثل الساليسيلات أو السلفاناميدات أو الوارفارين، ممكن يزيد من تأثيره بالجسم ويزيد لإنتاج الإنسولين ويعرض المريض لنوبة نقص السكر. بوجود قصور كلوي بتضل عم تشتغل فترة أطول وما بتنطرح، أو بوجود الكحول. ممكن إنه تساوي السلفونيليوريا، ممكن تعمل متلازمة للسياديتش، هي يعني الإفراز الغير الملائم للآدي أتش. المريض بيصير عنده الصوديوم بينقص. هي أكثر شيء مرتبطة بدواء الكلوربروباميد، وهذا بصراحة من زمان ما عدنا استعملناه. إذن هي يعني بس هيك للدراسة النظرية. ممكن إنه يسبب لعية نفس وتحسس جلدي، أي مركب ممكن إنه يعمل هيك. هلا بيسبب زيادة الوزن، ليش؟ لأنه المريض بيجوع، لأنه انفرز الإنسولين. أولاً زاد إفراز الإنسولين، فهو الإنسولين المفرز هو بناء، بيزيد الوزن. وتاني شيء إنه المريض عم بيجوع ويأكل طول الفترة، إنه عم بسبب زيادة الإنسولين بينقص السكر، وبيحس حاله جاع بيأكل، وبيفوت بي دائرة معيبة. لذلك هي مو الخط الأول لمرضى البدينين. هلأ مضادات استطبابه هو الحمل والقصور الكلوي الشديد أو الكبدي أو تشمع الكبد، أو إذا المريض عنده عمليات جراحية كبرى ما بنعطي سلفونيليوريا، بنعطي إنسولين حصراً، لا بنعطي ميتفورمين لا بنعطي سلفونيليوريا. هلأ مضادات الاستطباب، إذا مريض جانا أنه كان وزنه مثلاً 70 وخلال شهرين نزل وزنه للـ50، هذا ما بنعطي سلفونيليوريا، لابد من إعطائه إنسولين قبل. إذا كان المريض عنده تحسس على السلفة أو الباكترين، أي دواء المريض بيتحسس عليه من خاف من صدمة تحسسية مميتة، ما بنعطيه الدواء. إذا في عنا لنا كتير مشتقات، هلأ في أدوية الجيل الأول وأدوية الجيل الثاني، أو إنه في عنا ممكن نفرزهم
أدوية طويلة التأثير وأدوية قصيرة يعني مدى يعني عمل قصير المدى وليس طويل المدى. الأدوية الجيل الأول تقريبا ما لهم موجودين، ما كثير مهمين. أدوية الجيل الثاني هدول الموجودين اللي بتقروهم مع كل مريض، إما جليبيكلاميد هذا اللي هو بيقولوا له جلوستات، أنا بتوقع الكل بيعرفه. هلأ الجلوستات بيحرض نقص سكر الدم، ليش؟ لأنه إذا بتنتبهوا هو موجود ب أنواع السلفونيليوريا ذات التأثير طويل المدى، إذا ممكن أنه يحرض نقص السكر، بيأثر سلباً على القلب، فلذلك ممكن يفاقم نقص التروية القلبية، لا يعطى للمرضى المسنين أو اللي عندهم قصور كلوي أو قلبي. هلأ الجليبيزيد هو اسمه التجاري من الدياب، نصف عمره قصير ويفضل عند المسنين. الجليكلازيد اللي هو اليونيكرون، لا اليونيكرون كتير هلأ هو تقريبا أكثر واحد مستخدم بيناتهم، لأنه أشارت الدراسات إلى أهميته بالحماية القلبية، ونصف عمره يعتبر قصير، نحن ما بنحب اللي مدى طويل وأخص عند الكبار بالعمر. وفي عندي كمان الكليمبريد، هدول الأسماء اللي أكثر شيء بتشوفوهم مع المرضى، الكليبيكلاميد، الكليبيزيد، الكليكلازيد والكليمبريد. هلأ ذات التأثير طويل المدى، الكلوربروباميد ما بيهمني لنفسه، هو اللي بيساوي السيادتش. عندي بيهمني الكليمبريد والكليبيكلاميد، قصيرة التأثير الكليبيزيد والتولبوتاميد. مثل ما قلنا بتنعطى بالسكر النمط الثاني وما بتنعطى ابدا بالسكر النمط الاول. هلا اذا بدنا نجي على المركبات الثانيه اللي بتحرض على افراز الانسولين غير السلفونيليوريا، هو الميغليتينايد، وله مركبين الريباغلينيد والناتيغلينيد. هلا هذول بيحرضوا كمان على افراز الانسولين من البنكرياس، وهن قصير التأثير. هذا أكثر شيء كنا نحبه إنه نعطيه للمرضى اللي عندهم سكري وبدهم يصوموا، بنعطيهم منشان ما يضل سكرهم عالي، يعني يتسحروا، بنعطيهم مع السحور، بيسيطر على ارتفاع السكر بعد السحور وما بيأثر لبعدين، المريض يعني ما بيتعرض لنوب نقص السكر خلال الصيام، وبيسيطر على ارتفاع السكر بعد السحور. تذكروا إذا بتتذكروا يعني إنه بسحور رمضان بيعطيكم هذا الكلام اللي عم بحكي عليه، يستقلب في الكبد ويعطى في القصور الكلوي. إذا المريض عنده كرياتينين أقل من 3 ممكن إنه أعطيه الريباغلينيد. مثل ما قلنا نصف عمره قصير، ميزاته غالي الثمن وقليل ما يتواجد، يعني أحيانا كتير بيكتبوا المرضى ما بيقدروا يجيبوه. يحرض إفراز الإنسولين بسرعة ولفترة قصيرة بوجود الجلوكوز، مثل ما حكينا ينقص ذروة السكر، مثلا إذا مريض صار سكره 250 بينقص له يا تقريبا لل 180، ويخفض الخضاب الجلوكوز بنسبة 1.5%، قليل ما يعمل نوب نقص السكر. يؤخذ قبل وجبات الطعام مباشرة أو بعدها مباشرة، أحسن من السلفونيليوريا اللي بده ياخذها نص ساعة ويستنى نص ساعة لحتى ياكل، لأنه بتعرفوا المرضى بينسوا وقت بيصير الأكل، والله أنا لازم أكون أخذ حبتي قبل نص ساعة، بيشربها وبيضل عم يستنى نص ساعة لحتى ياخذها. هلا حكينا عن الأدوية المحسسات عمل الإنسولين، حكينا عن الأدوية اللي بتزيد عمل اللي بتزيد إفراز الإنسولين، وآخر شيء لا طبعا بآخر شيء اليوم، وأما الأسبوع الجاي بدنا نكمل. هلأ ثالثا أدوية تنقص امتصاص السكر من الأمعاء، عندي أول واحد مثبطات ألفا جلوكوزيداز، هذا بيثبط امتصاص الجلوكوز، هذا بينعطى كمان بالنمط الأول طبعا مع الإنسولين حصرا، وبينعطى بالنمط الثاني. هلأ هذا شو فائدته إذا ثبطنا أنزيم ألفا جلوكوزيداز؟ الألفا جلوكوزيداز هو شو؟ هو أنزيم موجود بالجهاز الهضمي بيقطع السكريات لسكريات أبسط منشان تمتص. إذا أنا ثبطته بتضل السكريات كبيرة وما بتمتص، واللي بيتحطم منه قليل، واللي يعني السكر اللي بيمتص من الجهاز الهضمي للدم بيكون قليل.
أشهر مركباته الأكاربوز. هلا الكل بيفكر إنه هذا الدواء الأزبط، هو بصراحة مو الدواء الأزبط، يعني هو يمكن من الخط الثالث بالعلاجات، وخاص يعني المريض وقت عم يجيني إنه سكر بعض الطعام عالي بقول له إنه ينحمى وما ياخذ سكريات بسيطة وممكن إنه أعطيه هذا الدواء، بس الميتفورمين أحسن منه والسلفونيل يوريا أقوى منه. الأكاربوز من ميزاته إنه بنقص سكر الدم التالي للطعام بالدرجة الأولى، بنقص شوي سكر الدم الصيامي، انقاصه للخضاب الجلوكوزي نص لواحد بالمية، شايفين إنه ضعيف، 2% يمتص منه، إذن هو كله تقريبا عمله هضمي ويطرح عن طريق الكلية الدواء. مساوئه إنه وقت السكر بيضل سكاكر طويلة بالأمعاء ممكن إنه تعملنا تأثيرات هضمية مزعجة، لازم يتناول المريض مع بداية الوجبة. وإذا أدت إلى نقص سكر لازم استعمال الجلوكوز للعلاج الأفضل إنه وريدي، لأنه هلأ لأنه لساته الدواء عم لو عطيت سكر فموي ما حيمتص بشكل مزبوط، والمريض عنده نوبة نقص سكر لابد إنه أعطيه جلوكوز وريدي. جرعة الدواء 25 لـ100 ميلي جرام باليوم. الأدوية الأكاربوز أو الميجليتول، هيك أسماءهم أكاربوز أو ميجليتول، موجودين بجرعات 25 و100. الأفضل نبلش بجرعات خفيفة ونزيد الجرعة، تعطى 3 مرات مثلا 25 3 مرات أو 100 3 مرات، وهي طبعا الجرعة القصوى، تنعطى بعد الوجبة مباشرة. التأثيرات الجانبية بالدرجة الأولى الأعراض الهضمية، تطب البطن ونفخة وألم بطني وإسهال. ليش؟ بسبب تأثير الحلول للسكاكر الغير مهضومة. إذا 5% من المرضى اضطروا يوقفوا الميتفورمين لأعراضه الجانبية المزعجة، هذا أكثر، 60% من المرضى ما بيتحملوا. هلأ في عنا الميجليتول، وفي عنا دواء جديد اسمه الفوغليبوز، هو مثبط أقوى للخميرة. هلأ هو إنه بيقي من فرض سكر الدم بعد الطعام مثل ما قلنا. بالنسبة لتأثيره على الوزن، حيادي، لا بينقص الوزن ولا بيزيد الوزن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الأسبوع الجاي بنكمل عن العلاجات. هلأ المرة الجاية رح نحكي عن الإنسولينات وعن الأدوية الجديدة بعلاج الإنسولين بعلاج السكري، وفي منهم هذا الدواء اللي أكثر شيء هلأ عم ينحكى فيه، الإكزاتيني الإكسيتينين. هذا بينعطى تحت الجلد وبيخفف وزن المريض السكري نمط 2 وبيساعده بضبط سكره. ودمتم بخير، إذا في أي سؤال تفضلوا.